عندنا حالات ديال الرضيع حديث الولاده عنده 3 اسابيع اللي تزاد بواحد شويه خطير في القلب. الطوارئ، العنايه المركزه، التخدير والجراحه، خدمات طبيه مؤمنه على مدار ال 24 ساعه. ممكن كاش تعرف اش غادي يوقع. جراحات مستعجلة أخطرها القلب المفتوح للبالغين وحتى الرضع، وأخرى مبرمجة بأحدث التقنيات، نافذة نفتحها على زراعة الأعضاء وتحديدا القرنيات، تخصصات حيوية دقيقة وحاسمة في مقدمتها التخدير والإنعاش. 24 على 24 تدخل قاعات الجراحة ومصالح العناية المركزة. يلا هوني سميتو لاغيير. وعين على مهنية الصحة في تدخلات تحسم فعاليتها السرعة والدقة في الأداء. يجمع على أن واقع قطاع الصحة العمومية في بلادنا عليل، نتجاوز واقع الحال وما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون. الصورة ننقلها من مستشفى الشيخ زايد على أمل أن تعم في بعض أبعادها كافة المستشفيات العمومية. أجساد وأرواح في أيد أمنة. الساعة جاوزت 8 ليلا بدقائق. باب قسم الطوارئ يفتح على مصراعيه لاستقبال مرضى وجرحى ما بعد وما قبل ساعات العمل الرسمية بالمنطق الإداري الذي يرفضه منطق تأمين خدمة طبية متواصلة. هو نقدر نقول أن قسم المستعجلات يعتبر القلب النبض ديال أي مستشفى، بحيث أنه كتورد عليه العديد من الحالات اللي نقدر نقول أن حالة مستعجلة أو شبه مستعجلة. فين مثلا لو ماكسيموم ديال لادولور؟ أن يفيد مريض أو مصاب على قسم المستعجلات فهذا لا يعني بالضرورة أن حالته حرجة. طبيب المداومة المسؤول الأول عن ضبط إيقاع العمل. غندوزو الدواء دابا، غنعطيك لودونونس، حاول تاخذ لهم الأفضل الدواء إذا كان ممكن هذه الليلة هذه. خصك واحد الظرف زمني واجز هو أنك تشوف الحالة تشخصها، إذا كنتي غادي سي أون فا تخيتي راه أون تخيت، سي أون نو تخيت با خصنا نعيطو للطبيب الاختصاصي. خمسة العشية ديال اليوم. يشخص طبيب المداومة الحالة، في أغلبها يصف العلاج، قد يصدر تعليمات الإسعافات الأولية. أمام الحالة العاجلة لابد من استدعاء الطبيب الاختصاصي. ألو لا فريد، مني دير هذا، خذ له اون فون فينوس و سيروم. Il saigne par la plaie, tout à fait. C'est un saignement actif qui vient de la plaie. D'accord. Donc, on a donné la mise en condition. On attend donc que vous arrivez. D'accord, Siti. Merci. Au revoir. هاد الحالة تصنف فيها الطبيب الاختصاصي لأن ما يمكننا شيء. هاد السيد هذا كيساني إل ساني من لا بلاي أوبيراتوار، كان سبق الفتح لا سمين ديغني. دونك عنده واحد ايموراجي من لا بلاي أوبيراتوار، دونك عيط للطبيب اللي فتح الاختصاصي هو اللي غادي يمكن له يباشر الحاله. حنا قبل ما يجي الاختصاصي كنديروا لا ميزون كونديسيون ديال المرض. كاين حاله واحده اخرى اللي غادي نمشي نشوفها، جوج حالات تبقى. السلام عليكم. قد يقضي طاقم قسم الطوارئ الساعات الطوال في شبه عطاله قبل ان يستقبل حاله او حالات عده متزامنه تتفاوت درجه خطورتها، منها ما تستدعي ان تحال على اقسام اخرى. في الحالات الحرجه جدا يعني ما كنستقبلوهاش هنا بصفه زعما متكررة ولا دائمة، وإني فين ما كتجي شي حالة اللي حرجة كندوزها مباشرة للقسم الإنعاش. لكل قسم من اسمه نصيب، لكن الاسم هنا يطابق القسم تعريفا ومهاما. سير شعل شعل وبدا تركب. هنا إنعاش المرضى وهنا العناية المركزة بهم على مدار ال 24 ساعة. هاد السيد هذا راه كان دار جلطة الدم فراسو وسبق له فتح وتحسن، والان عاوتاني رجع لعندنا المصلحه ديال الانعاش لان الحاله ديالو تدهورت. اول حاجه كنركبوا جميع المسائل اللي كتساعدنا على لا سيرفيونس ديالو، يعني الضربات ديال القلب، لا طونسيون ارتيريال اي لا ساتوراسيون. مرضى في حالة غياب جزئي أو كلي عن الوعي
خرجوا للتو من قاعة الجراحة أو سيدخلونها في وقت لاحق. فوضوا الأجهزة لتدبير وظائف أعضائهم الحيوية، تحرسهم عين الطاقم الطبي التي يفترض ألا تنام. ممرضين مهمين جدا، يعني 50% ديال النتائج كتكون بواسطة الممرضين. يعني الممرضين خصهم يكونوا 24 ساعة 24 ساعة بحال الأطباء، الأطباء حتى هما 24 ساعة 24 ساعة، ولكن الممرضين كيكونوا حدا المريض بصفة مستمرة، ما كيتحركوش من حدا المريض، حيت كاين وسائل مراقبة علمية بالتلفازة وبهادشي كله، ولكن المراقبة الإنسانية للممرض مهمة. حركة دؤوبة وطاقم طبي على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ. ندير عندك ستر. يمكن لكش تعرف شنو غادي يوقع. دابا الحالة دابا راه هنايا ما كاينش هناك شي، ما كاينش يعني كالم، لأن المرضى مستقرين وعندنا الأدوية ديالهم، ولكن في أي لحظة يمكن توقع شي حاجة، يمكن يعيطوا لنا من أن سيرفيس بين مريض تدهور، يمكن يعيطوا لنا من ليزيرجونس شي واحد على برا عنده حادثة، يعني خص هادشي علاش نكونوا دائما واجدين. هذا السيروم ساري دير جي دي سارفيدمون ولا تجي ترونتي يلاه يلاه غابيدمون. طونسيون مزيان هذا لو بو مزيان، طونسيون مزيان، جيبوا له ديكسترا غابيدمون. راجع يلا. السيدة فاطمة مريضة بداء السكري، دخلت في غيبوبة بسبب هبوط حاد في نسبة الجلوكوز في الدم. كان لزاما نقلها على وجه السرعة لقسم الإنعاش. معرفة الطبيبة المسبقة بحالتها المرضية سهلت مأمورية التشخيص والتدخل السريع والفعال. لالا فاطمة شوية صافا، هذا هو لوتيليتي ديال لا ريانيماسيون، سي ديتر رابيدمون، ايسيي دو تروفي رابيدمون اي ديتر افيكاس لو بلو رابيدمون بوسيبل. دخلت السيدة فاطمة قسم الإنعاش في الوقت الذي غادره مريض آخر وعلى عجل باتجاه قاعة العمليات. الجلطة الدماغية التي باغتته ترتب عنها ابتلاعه للسانه. أخطر الطبيب الاختصاصي الذي قرر إجراء تدخل جراحي يقوم على عمل ثقب في الرقبة ينفذ إلى القصبة الهوائية، يسمح بدخول وخروج الهواء إلى داخل الرئتين حتى يمكنه التنفس. العملية يعني تقتصر على فتح القصبة الهوائية اللي تمكنه من التنفس، يعني مسألة مهمة، ويمكن يعني من بعد إيصاله بآلة لمساعدته على التنفس، لأن يعني الوضعية ديالو الوضعية التنفسية يعني للمحلية يعني بصفة عامة ليست جيدة. في دقائق معدودة حضر المريض وأجرى العملية طاقم طبي يؤدي كل فرد فيه المهمة المنوطة به بقيادة الجراح وطبيب التخدير. هناك يعني من يسير الطاقم الطبي لابد، وغالبا الجراح والطبيب طبيب التخدير، يعني الفريق يسير بشخصين لابد، الناحيه الجراحيه هناك الطبيب الجراح، ناحية التخدير هناك الطبيب مكلف بالتخدير والانعاش. اش يعفك هاك ديلو ماشي طبيب التخدير، اول من يصل قاعه العمليات واخر من يغادرها، تخصص مفتاح في كل تدخل جراحي بسيطا كان أو معقدا. أي خطأ يصعب تداركه وقد يكون مكلفا. سي مصطفى اللهم يسر. أكسجين. المرضى كيخافوا بزاف من البنج وما كيخافوش من الشيروجيا. الشيروجيا كيجي كيقول لي خصك تفتح، غادي نعمل لك هذه عندك هذه عندك هذه، لو دون ديزيكسبيكاسيون،
كيس كما كيقدرش تيحط ليه لا كيسيون اي سا اون لا رماركي شي شي تو لي مالاد براتيكمون ملي كيجي عندنا حنايا كنشوفوه قبل العمليه كنديروا سكون ابل اون كونسلطاسيون بري انستيزيك يعني واحد الفحص طبي قبل من 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 عمليه البنج كيتجرأ وكيقول لنا راه كنخاف من البنج وكيبدا يحط علينا الاسئله حتى الاسئله ديال الجراحه اللي ما كانش قد يحط للشيروجيان ديالو. علاش كيخافوا من البنج المريضه؟ يعني كيخافوا لانه كيقول كنخاف تفوت لي دوز ونمشي من تما. سي مصطفى نفس سيدي عمر صدرك وسط. على مراحل يجرى التخدير بدءا بالتحضير الدوائي تليه المباشره بالتخدير سير التخدير واخيرا مرحله الصحو. البنج فيه بزاف ديال المواد خص المريض ينعس افيك دي برودوي ديال النعاس سي لي ناركوتيك ما خصوش يكون يحس بشي الم خصو لي زانالجيك سي لي مورفينيك سي دي برودوي مورفينيك لا بارونتي لا مورفين وخصو يكون مرخي يكون مرخي مزيان سكون ابل لي ميو ريزوليتيف لي كورا وسميتو من بعد اوفيري دابا هو المريض ناعس مزيان حنا دابا اللي كناخذوه باش ننفسوه بفاصون اصطناعي شوفي الصدر ديالو كي كيتهز فوقاش ما نفخنا في لو بالون الصدر ديالو كيتنفس وكنخليناه بحال هكذا صافي يدخل ابني ما غاديش يتنفس صافي فيغ دي بروبليم نفس هذا صافي غاريتي دو طون طون فقد الوعي ديالو وفقد سميتو الاخر العضلات ديالو ترخاو الشعور ديالو ما فقدو ايفيدامون دونك دابا راه ناعس غادي ناخذو الاخر هذا غادي ندوزو نديرو ليه تنفس اصطناعي بسم الله. خضع مصطفى لتخدير كلي يفترض ان يدوم لساعات عده اثناء وبعد خضوعه لعمليه قلب مفتوح غايتها تبديل صمامته العليلة بأخرى اصطناعية. العملية كتبدأ بالفتح ديال العظم لوسط الصدر اللي تيمكننا من الوصول للقلب. هذا الغلاف اللي سميتو البيريكارد هو الغلاف اللي تيحتوي القلب. تنفتحوه وتنوجدوا القلب مباشرة. أمراض القلب والشرايين تأتي في مقدمة مسببات الوفيات في المغرب حيث تشكل ما لا يقل عن 10% من مجموع الوفيات المسجلة سنويا تقتل أكثر من حوادث السير وأمراض السرطان. كيتبين إيفيكتيفمون بعد ما فتحنا العظم ديال الصدر أن القلب كبير القلب مريض كيف ما كانت تتبين بطبيعة الحال في الراديو ديال الصدر وفي ليكوغرافي اللي كان دار وهادو العواقب ديال المرض ديال الصمامه انها كتزيد من الحجم ديال القلب وكتنقص من الوظيفه ديالو. اذا الهدف ديال العمليه هو نبدلو هاد الصمامه اللي مريضه باش نردو واحد الوظيفه مزيانه للقلب. الان غنستعدو لجميع اللوازم اللي تمكننا باش نربطو القلب ديال المريض بالقلب الاصطناعي. المبدأ الأساس لعمليات القلب المفتوح يقوم على إيقاف عمل القلب باستخدام عقاقير خاصة على أن يؤدي جهاز القلب والرئة الاصطناعية وظيفة تزويد باقي أعضاء الجسم بالدم الغني بالأكسجين طيلة مدة العملية وهو ما يصطلح عليه بالدورة الدموية خارج الجسم. كيجي الدم من هنا كيجي في وسط هذا سان ريزيرفوار كيدخل كندفعوه بواسطة هذه الآلة هذه وكيدخل رئة اصطناعية هنا رئة اصطناعية اللي كتأكسجيني الدم وكنعاود نعطيه من عن طريق هاد التويو لجميع الأعضاء الأخرى إلا القلب باش القلب كما قلت لك خصو يبقى خاوي من الدم وخصو ما يتحركش. Et on peut partir, on sait aussi. Bismillah. Vas-y, vas-y. Sur une cape.
في هذه المرحلة القلب مربوط مع الآلة ديال القلب الاصطناعي اللي كتأدي الوظيفة 100% الوظيفة ديال القلب. وفي خلال ثواني غادي نستعدوا لأننا نوقفوا القلب باش نبداو الجراحة يعني لو رومبلاسمون بروبرمون ديال يعيد. الان كيتم توقيف القلب والمحافظه عليه بواحد المحلول سميتو كارديوبليجي بالاضافه للشويه ديال لاكلاص اللي كنديروا على القلب. توقف قلب المريض عن النبض، لم يعد يربطه بعالم الاحياء سوى هذه الاله التي تتتبع اداءها تقنيه الاغواء بيرفيزيونيست اثناء قيام الجراح بتغيير الصمامه. التنسيق بينهما يتواصل طيله العمليه. راه هذه الصمامه ديال المريض سميتها لا فالفا اوختيك، كنلاحظوا بان فيها واحد الثقب كبير في الوسط ديالها، وهذا الثقب ناتج على واحد الانفكسيون ديال الغدد، يعني واحد الميكروب اللي قاس الصمامه، وهي اصلا مريضه وزاد مرضها اللي خلق هذا الثقب هذا، ولا المرض ديالها صعيب اكثر واستدعى ان الجراحه تتم في ظروف مستعجله. اليوم عندنا حالة ديال رضيع حديث الولادة عنده 3 أسابيع اللي تزاد بواحد شوية خطير في القلب، عبارة عن مشكل في الشرايين اللي خارجين من القلب، الشرايين اللي خصهم يخرجوا من القلب اليسري خارجين من القلب اليمني، والشرايين اللي خصهم يخرجوا من القلب اليمني خارجين من القلب اليسر، وهاد التشويه كيحتاج واحد العملية مستعجلة. داك الشيء علاش الطفل راه ديجا في غرفة العمليات، وفريق الإنعاش راه كيقوم دابا بالتخدير اللي تا هي مرحلة صعيبة دابا، ومن هنا واحد ثلث ساعة غادي نقوموا إن شاء الله بواحد العملية كتسمى عملية قلب مفتوح، والعلاج هو كنسميوه الفرنسية لو سويتش أختيريال، يعني نحاولوا نردوا كل عرق في بلاصتو. On les pose ensemble parce que c'est petit. أمراض القلب لا تستثني حتى المواليد الجدد. طفل من بين 100 في المغرب يولد بتشوهات قلبية، والعدد يفوق 6000 سنويا. 90% من الحالات قابلة للشفاء شريطة التدخل الجراحي العاجل والفعال. القلب ديال الرضيع يعني أصغر بكثير من قلب إنسان كبير. أول حاجة، ثاني حاجة كنصلحوا الأوعية اللي هما كيحتاجوا واحد مجموعة ديال الأجهزة باش يمكننا يعني نقوموا بالعملية. ثاني حاجة، الفرق مع أمراض القلب الكبار وهو أنه يعني في 90 أكثر من 95% مشكل هو مشكل تشويه في القلب، يعني في التكوين ديال القلب. وهنا الإصلاح كنديروا ما أمكن باش كنصلحوا يعني الأنسجة ديال الطفل، ما كنديروش يعني زعما دي بروتيز، اون ايفيت لي بروتيز، كنديروا ما امكن باش نصلحوا المرض ديال القلب. شي سي امبرسيونون. الوغ هنا كنتواجدوا في قسم الانعاش الخاص بالجراحه ديال القلب والشرايين. هذا هو السيد اللي فتحنا ليه البارح في العشيه. الدور ديال الطبيب ديال التخدير والانعاش كيبدا من قبل العمليه وكيستمر قبل من العمليه، في وسط العمليه ومن بعد العمليه، حتى يخرج المريض من قسم الانعاش في وسط العمليه. زعما شي حاجه كندير معاك. تحت المجهر وبمعدات خاصة تجرى عمليات القلب المفتوح، تتطلب دقة وإتقانا كبيرين، ولا تحتمل الخطأ عند البالغين، فبالأحرى الأطفال والرضع. دابا تقريبا حنا في نص كل ثلثين ديال العملية، باقي الثلث الآخر. شنو داو في هاد الثلثين ديال العملية؟
الثلثين يعني ردينا هذاك الشرايين اللي كيخرج من القلب كيدي الدم للجسم، دونك رديناه في بلاصتو، ودابا كاين واحد الثقب في وسط القلب غنحاولو نسدوه. شفنا كنقولو القلب مسؤول عن الرئه الصناعيه، شنو الاهميه ديال هاد المرحله؟ شنو قلتي؟ قلت لك شفنا كنديرو الثقب بين القلب والرئه الصناعيه، شنو الاهميه ديال هاد المرحله؟ يعني باش يمكننا نحلو القلب خصنا نبدا هاد الاله اللي كتتعود الخدمه ديال القلب والرئه على ما نصلحو للتشويه، وين كناش نديرو هادشي الا ما كانش هاد الاله هادي مستحيل. طيلة مدة العملية وكل 15 دقيقة تقوم تقنية الإرواء بأخذ عينة من دم المريض، ترسلها للمختبر للتأكد من السير المثالي للدورة الدموية خارج الجسم والقيام بالتصحيحات اللازمة بشكل فوري بالتزامن مع سير العملية، إجراء غايته تفادي حدوث مضاعفات بعد الرجوع إلى الدورة الدموية الطبيعية. في قاعة عمليات مجاورة وبشكل متزامن تدخل جراحي آخر لا يقل خطورة ما دام الأمر يتعلق بالجهاز العصبي. أظهرت الأشعة أن هذا المريض يعاني من وجود ورم على مستوى الدماغ. تقرر وعلى نحو عاجل إجراء عملية يقتطع خلالها جزء من النسيج المشتبه به لتحديد طبيعة المرض. هذا الورم جا في واحد الجهة داخلة بزاف اللي ما يمكنناش نوصلوا لها بالفتح بالعملية العادية، يعني باش كنفتحوا عادي ونوصلوا لها حتى لان جات لداخل قبل ما نوصلوا لها كاين بزاف ديال الدماغ اللي غادي يمكن اللي غادي ما يمكنناش نجنبوه. دونك دابا هاد العمليه اللي كاينه كادي عندها واحد 10 سنين دابا، ولكن طورات لان دابا عندنا كنديروها بالروبيراج كيتسمى واحد الروبيراج بليغم. دونك حنا تنشوفوا هاد الكويره هادي الصغيره اللي تنديروا لها روبيراج كتكف ما شفتوا هنا كاين واحد الكادر اللي كنركبوه اللي من بعد كندوزوه في سكانير ولا في ليغم اللي كيمكن لينا انه غيبين لنا هاد الكويره اللي غادي نعبروا ليها شنو هما لي كوردوني ديالها اللي كيتسموا اكس ايغريك وزد دون ليسباس، واللي غادي نمشيو ليها نيشان باش ناخذوها ونعبروا ناخذوا منها طرف جوج طريفات ولا ثلاثه اللي كنصيفطوهم يتحلوا ونعرفوا شنو هو شكل المرض. الا كان شي حاجه تقولها لينا بارك الله، الا حسيتي بشي حاجه قولها ليا واخا فصو غادي ندير لك داك البنجله حلي واحد غتحس غير بواحد شويه. أخذت العينة التي أخذت طريقها في التو واللحظة للمختبر، ما يعني توقف العملية إلى حين التوصل بالنتيجة. الفحص هنا سيتم بتقنية التشريح المرضي أو علم الأنسجة المرضية. تياخذ وقت قصير ما بين 5 ل 10 دقائق، تنثلجوا العينه ديالنا وتنقطعوها دغيا ونديروا لها واحد لا تكنيك غابي ونعطيهم نتيجة باغ تليفون. يتعلق الامر على وجه التحديد بفحص للانسجه من اجل دراسه تجليات المرض فيها. هل يتعلق الأمر بنسيج عادي، نسيج ملتهب، أو ربما نسيج تمكنت منه الخلايا السرطانية؟ التشريح المرضي كاشف الأورام السرطانية، هنا يتم التشخيص وتبدأ الرحلة العلاجية. من حللت العينة نعطي النتيجة دابا بالتليفون للجراح باش عاد يكمل العملية ديالو. النتيجة جات واحد الشكل ديال الورم اللي كيتسمى ورم لينفورم اللي هو ورم واخا خبيث ولكن كيداو بالاشعة والشيميوثيرابي افيك تيكون عندهم واحد لا سيرفي من بعد 15 20 عام ما كاين حتى مشكل من بعد ما ياخذوا الاشعة ولا الدواء ديال الشيميوثيرابي.
دونك هذا ورم خبيت، ولكن كيداوى عنده دواء بلا ما نحتاجوا نعاودوا نديروا عمليه اخرى ولا حتى شي حاجه. ما نحتاجوش حتى تدخل جراحي؟ لا، هذا هو التدخل الجراحي اللي درنا به. شوفي دابا العمليه تسالات، كيدو هاد شوفي غير جراحة القلب المفتوح للرضيع انتهت للتو. كانت صعيبة وصعيبة بزاف، واستغرقت تقريبا 5 سوايع. تمكنا باش نصلحوا المرض، يعني ضينا هذوك الشرايين اللي ما كانوش خارجين بلاصتهم، كل شريان ضيناه، يعني في الباصة، يعني في البطين اللي كان خاصو يخرج منه. وكان زائد على هادشي لقينا ثقب في وسط القلب حتى هو تقفل. بالنسبة للإنعاش كيف غتكون الإنعاش ديال هاد؟ الإنعاش كان توقعه يكون حتى هو شوية صعيب، غادي يكون صعيب لأنه كانت عملية صعيبة، المرض كان صعيب، تأثير المرض ديالو على الطفل حتى هو كان صعيب، وكان توقعه باش الإنعاش حتى هو يكون معقد وغادي يحتاج واحد العناية مركزة كبيرة. يحضر الرضيع لدخول قاعة الإنعاش في الوقت الذي يتوجه فيه الجراح لطمأنة الأسرة. اه فين هو الاب؟ الحمد لله شنو مزيان. فين باهم؟ شوفوا الاب والام. سلام بخير، كل شيء لاباس؟ شي صافا. العمليه كانت صعيبه كيف كنا كنتوقع؟ نعم نقولوا واحد 50% ديال العلاج دار. العمليه دازت دابا هي كاينه باقا 50% الثانيه ديال الانعاش ان شاء الله. نتمنى واحد يدوز ان شاء الله مزيان. بارك الله فيك السيد. واحد الساعه نبقاو في القاعه الانتظار، واحد الساعه ويعيطوا لكم باش تدخلوا تشوفوا. واخا شكرا. صافي غير الاب والام بصح. صح واخا. ما يمكنناش نديروا هاد المهنه الا ما كانش واحد الرغبه. بعض المرات كتكون المسائل صعيبه، العمليه كطول ما كدوش كيفاش كنتوقعوها، ملي كيوقعوا مضاعفات كي لو بليزير كينقص شي شويه كتولي واحد المعاناه، ولكن بعد ما كنشوفوا الطفل من بعد العمليه ملي كيخرج كيولي كتولي حاجه اخرى، يعني حتى حنا كنكونوا فرحانين. والامبيونس ديال البلوك كيفاش فيها يعني فيها دي كورب كتطلع وكتنزل الامبيونس؟ كاين في دي فاز ولا كيكون لو ستريس طالع بزاف، هذيك فاش كنا قلنا لكم راه سي فاز ديفيسيل، وكاين دي فاز اللي كتكون كالم دايور شفتو ميم كنديرو حتى شويه ديال الموسيقى باش الفريق، لانه عمليه طوال باش الفريق ما كيملش. كاين دي فاز فهاد النوع ديال العمليات افكتيفمون. في مطار الرباط سلا حطت الطائرة التي تحمل أمل 6 مغاربة في استعادة نعمة الإبصار بفضل قرنيات 6 أمريكيين تبرعوا بها قبل الوفاة. إبراهيم لم يكن ليخلف الموعد، غالبا ما تعهد له إدارة المستشفى بهذه المهمة. استكمل الإجراءات الجمركية على نحو استباقي وبدا في عجلة من أمره ما دام الأمر يتعلق بعضو بشري عابر للقارات ائتمن عليه الى حين ايصاله قاعه العمليات. غندير هذيك في الكلاسي ديالك، غندير هذيك لوبيتال بلوك باش لوبيراسيون تشير تسويت ان شاء الله. ومن مكناس حضر محمد للقاء القرنيه الموعوده. قبل 5 سنوات اجرى عمليه زرع القرنيه لعينه اليمنى، والدور اليوم على اليسرى. 97 20. كنت قابط رونديفو شحال هذه، قال باش يجيبوا لي القرنيه ديالي. هذه شي 4 ايام عيط لي قال لي بلا القرنيه ديالك جات من امريكان، اجي دير العمليه ديالك. حسب احصائيات غير رسميه 4000 مغربي مهدد بالعمى في حاله عدم استفادته من زرع قرنيه جديده.
باستعمال المجهر الجراحي تنزع الجراحة القرنية العليلة وهي الجزء الشفاف الأمامي من العين لتستبدلها بالقرنية السليمة قبل أن تثبتها بخيوط رفيعة من مادة النايلون. زرع القرنية مش عملية صعبة، عملية بسيطة. اللي صعب هو توفر القرنيات. هذا كنضطروا نجيبهم من الخارج لان ما عندناش مع الاسف قرنيات اللي تكون معطيه من التبرع من قرنيات المغاربه. الطلب على القرنيات يفوق العرض بكثير بسبب قانون زراعه الاعضاء الذي قيد كليا استئصال قرنيه الميت إلا بأمر من عائلته التي غالبا ما تبدي حساسية بشأن هذه العمليات. وإذا كانت العين عضوا مكشوفا أمام الجراح فحتى الأعضاء المستترة تطالها يده دون الحاجة إلى مشرط. الفضل في ذلك يعود لتقنية الجراحة بالمنظار. تتم اليوم عملية استئصال للمرارة. كتشوفوا بأنه نفس الآلات اللي كنستعملوا في الجراحة محلولة كنستعملوها حتى في المنظار، وكنستعملوا بعض الآلات خاصة بعض المرات بالمنظار. وانت كنشوفوا هنا المرارة كتبدا من هاد البلاصة هنايا، من هنايا حتى الفوق فين قبطيناها ودفعناها مع الكبد. وكنشوفوا هنايا المعده، وهنا فوق منها اخضر كيشبه اللون ديالو المراره، هو واحد الانبوب يعني عرق كبير مهم بزاف ما خاصوش يتقاسم يكونوا نديروا الجراحه ديال المراره، وتيجي من الكبد من الفوق هو اللي كيجيب المرار. فالمراره هي عباره على واحد الخزان تيخبي المرار وكيستعملوا فوق الهضم، فهي إذن غير مهمة بزاف، مهمة للهضم ولكن غير مهمة للحياة، فيمكننا نستأصلوها ملي كتكون مريضة. عن طريق ثقوب صغيرة في جدار البطن لا يتجاوز طولها سنتيمترا واحدا يتمكن من خلالها الجراح من إدخال الأدوات اللازمة لإجراء العملية بمساعدة كاميرا تتيح رؤية مكبرة بزوايا متعددة، وهو ما يعني دقة أكبر في الأداء مقارنة مع الجراحة التقليدية المفتوحة. ان المراره العرق اللي كيلاقي ما بين المراره وداك العرق المهم اللي ما يجي من الكبد واللي خصو دائما نحافظوا عليه، فنحاولوا نقطعوا العرق هنايا بعيدين عليه شويه. فلما كتلاحظوا كنشوفوا ان هاد البلاصه اللي صوبنا هذه هنايا شوفوا انها كتضرب لانه فيها شرايين ديال الدم. الان بقالنا هذا العريق هذا اللي كيمشي من اللي كيجيب المرار، المراره هو اللي غادي نصوبوه. هي جراحه دقيقه تستهل بنفخ تجويف البطن بغاز ثاني اكسيد الكربون من اجل رفع جدار البطن بغايه عزل الاعضاء وتحديد حيز التدخل. الناس كيسولوا واش هي العمليه اللي كدار بالليزر، فكما كتلاحظوا ما كاينش الليزر، صعيب باش تفسر. كنديروا بعض الجراحه غير بواحد التقيبات صغيورين وكندخلوا الكاميرا والى ما ذلك، فكنظن بانه الى خدينا واحد شويه الوقت نقدروا نفسروا الناس. فهنا حيدناها نهائيا من الكبد. كما كتلاحظوا الان خرجناها وغادي نبينوا، ها هما بعض الحجرات، وري لها الحجر هنا.
الانسان كيقدر يستأنف العمل ديالو بسرعه كبيره، يكون فتح على المراره ولا على الفتق ولا على اشياء اخرى، فعاده كيقدر يستأنف العمل. بالنسبه للناس يخصهم يستأنفوا العمل بطريقه سريعه ما بين 8 ايام حتى 10 ايام، وبالناس اللي بغاو يرتاحوا شويه ماكسيموم 15 يوم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كما كتلاحظوا ما كاينش جرح كبير، دونك الخطر ديال الفتق على الجراحه القديمه ما تيكونش، هذه حتى هي شيء مهم. كيقدر الوسيد يدير حتى في المصرانه الزايده في لي زابانديسيت. وكتلاحظوا بانه من بعد المريض غادي تشوفوا من بعد بانه المريض غادي يقدر ياكل يوم في العشيه، ومن بعد يقدر يخرج للغدا بحاله بدون اي مشكل. النقل الأمين لأجواء قاعات الجراحة لا يستقيم دون التشديد على تعاليم النظافة والتعقيم. في نهاية كل تدخل جراحي تأخذ الأدوات والمعدات طريقها إلى مصلحة التعقيم، يتم غسلها بالماء والصابون قبل أن تغمر داخل محلول خاص، ومن ثم توضع في علب معدنية لتدخل الفرن الحراري الأوتوماتيكي الأوتوكلاف. هاد العملية كتدوم 30 دقيقة. 30 دقيقة 134 في 134 ديال الحرارة ولكن المدة ديال لاستيريزاسيون ديال التعقيم البيك ديال البيك ديالها من 3 حتى 5 ديال الدقائق. بقوة البخار المضغوطة التي تفوق درجة حرارتها 140 درجة ولمدة زمنية كافية تعقم أدوات ومعدات الجراحة، وذلك للتأكد من القضاء على كافة الكائنات الحية المجهرية كالجراثيم والطفيليات البكتيريا والفيروسات. داخل هذه الأكياس البلاستيكية الحمراء نفايات طبية قوامها كل المعدات ذات الاستعمال الوحيد من ضمادات وحقن وأدوات حادة، كما تشمل أنسجة بشرية والدم والإفرازات السائلة. تفرز هذه النفايات في كل مصلحة على حدة عن نظيرتها المنزلية، ثم تخزن بانتظار نقلها إلى الشركة المفوض لها معالجتها. احنا دابا في الديبو نتاع ديشي ميديكال، ها لا سوسيتي جات باش تدير الغمازاج نتاعها. ها هما لي كونطون، عافاك حلي الكونطونير. ها هي كونطونير كبيره كنديروا فيها لي ديشي ميديكال. هادي نتاع لي زيغوي، هاد لي كونطونير كيمشيو لا سوسيتي باش يدار لهم لا ديزانفيكسيون، يعني هما كيتخلفوا بمسائل. حنايا يعني حنا من داخل لوبيتال جوسكا هنايا هاد الديبو نتاع لي ديشي، ولا سوسيتي كتكلف كدير الغماساج نتاعها، هما كيديروا لا ديزانفيكسيون عندهم همايا. الى مدينة مكناس وبالضبط الحي الصناعي حيث مقر شركة سايس للبيئة، وهي واحدة من بين ثلاث شركات متخصصة في معالجة النفايات الطبية. ملي كيوصلونا لي ديشي اوسبيتاليي من عند السبيطارات كنهزوهم وتنعملوهم في هاد الحاويات هادو الكبار باش كيتفاودو فاسو اوتوماتيك في قلب لا ماشين. في نفس الوقت كاين طحن وكاين تسخين بدرجة حرارية ديال 100 درجة، باش كيمكن داك لو ديشي تيكون في اون فاز ليكيد سائل، وتيكون لي ديشي سوليد قاصحين. دونك باش في عمليه الطحن كيكون الفرز ديال الليكيد بوحدو وديال لي ديشي سوليد بوحدهم. جهاز الماني صنع بتكنولوجيا متطوره لمعالجه هذه النفايات صلبه كانت او سائله وفي وقت قياسي. جميع اللي كيدوز قبل الماشين كيمكننا نشوفوه على في الشاشه هذه. دونك دابا وصلنا للمرحله ديال النفايات الطبيه الصلبه كيفاش خارجه، وغادي نقيس فيها بيديا لانني انا متاكده من الجوده ديالها.
حيت معقمه ب 134 درجه حراريه. هنا كانوا الباسيد ديال الاطباء اللي كيدخلوا بهم البلوك، كانوا داك لي فيلتر ديال الدياليز، كانوا لي كومبريس ولي كوتون اللي تيكونوا في لي زورجونس، لي بلاسانتا، جميع المسائل اللي كتصلح بالنسبه لإما العمليه اما الانديغنوستيك اللي كتصلح في السبيطار بصفه عامه. دونك ها ما كاينش ما كيتحول حتى حاجه ما يمكننا نتعرفوا عليها. هذا الزرق هو اللباس اللي كيكون عند الطبيب في قلب البلوك، شوفوا كيفاش تيخرج. هذه ديال الدياليز، هذه البواطات ديالنا حنا اللي كنديروا فيهم لي باري، شوف كيفاش خرجت ومعقمين. غادي يمشي للمطرح العمومي لانه خالي من جميع المخاطر. عرفتي شحال عندنا تمايا؟ على الاقل 400 كيلو. الجزء الثاني اللي تيهمني النفايات الطبيه هي النفايات السائله، النفايات السائله اللي هي كتكون من الدم ومن القيح ومن الديشي من السوائل اللي كتكون عندنا في قلب ذاتنا وكتكون بعض المرات مريضه او انا مكلسه بشي خطر، كتصفى من بعد عمليه الطحن كتصفى وكتجي لهاد السيترن الاولى، هنا كتجمع حتى تيوصل للنيفو ديالها لاحد الاقصى. ملي كتعمر هذيك كتحل بطريقه اوتوماتيكيه وتدوز لهاد الثانيه، هنا تيوقع التعقيم ديالها في درجه حراريه ديال 143 درجه. ملي كيوقع التعقيم ديالها تتخرج من هنايا. هذه اللي كتخرج لنا النفايات السائله وكنخرجوها على برا. تشوفوا معايا فين كنعملوا التبريد ديالها. دونك النفايات السائله، النفايات الطبيه السائله ملي كتعقم وكتخرج كدوز في هذه القنوات هذه. علاش كندوزوها لهنايا؟ باش كتخضع لعمليه التبريد، لان كتخرج بدرجه حراريه ديال 143 درجه، ما عندناش الحق نصيفطوها في القنوات ديال واد الحرب بهذه الدرجه الحراريه. دونك عندنا هنايا واحد لاسيتر الكاباسيتي ديالها 500 يترو، كتسمح لنا نجمعوا فيها الانتاج ديال يومين وثلاث ايام او بعض المرات اكثر، وكنبردوها حتى توصل ل 30 درجه حراريه، كتحل بصفه اوتوماتيكيه وعاد كتمشي لواد الحر. وفي هذا النطاق هذا عندنا عقده مع الوكاله الحضريه للماء بمكناس اللي عندها رخصه انها تجي تراقبنا في اي وقت بغات وتعمل لي بريليفون في اي وقت بغات، كتلاحظ فيه شنو كنخرجوا والدرجه الحراريه ديال الماء اللي كيخرج. 5000 طن من النفايات الطبية الخطيرة سنويا تنتجها فقط المستشفيات العمومية في المغرب، 80% منها تنتج في مدينتي الرباط والبيضاء. وعلى الرغم من أن مدونة الأدوية والصيدلة تشدد على ضرورة أن تخضع النفايات الطبية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بالإنسان والبيئة، فإن المجال يعرف تجاوزات. هاد المساله ديال تدبير ديال النفايات المسؤوليه ديال الجميع، لا بالنسبه لنا حنا كشركه خواص ولا بالنسبه للمستشفيات ولا بالنسبه للسلطات، ولكن انا كنلاحظ على ان كاينين واحد التجاوزات، بعض التجاوزات انا لاحظتهم بخبره انني من 2004 وانا في الساحه ديال تدبير النفايات الطبيه، وكنتمنى على انها تكون رقابه اكثر بالنسبه للشركات اللي كيديروا هاد المعالجه ديال النفايات الطبيه. وتنظن على ان الا بغينا نخدموا الصالح ديال الوطن والمواطن خص تكون رقابه اكثر بالنسبه لهاد الشركات الخاصه ولا بالنسبه للمستشفيات اللي كتعطي التدبير المفوض ديال النفايات الطبيه. دوزتو البارح ساعات ديال العمليه اللي كانوا طوال. تخو ستريسي بزاف، تي واحد لو ستريس ما تصوروش. عمتي بيبي دو تروا سومين غادي يبقى في لوبيراسيون دو 9 حتى لو كو ديال 23 14 ساعه، سي با فاسيل. راه كامله دزت علينا شنقول لك حله، لا الله هو هذا. دابا كنتسناو نشوفو جوستومون. واه دابا على حسب اللي قال الطبيب هذا الفا دو ميو زون ميو. المهم لا فاز كي ديفيسيل دازت، باقي واحد 40% ولا هذا باش تكون لوبيراسيون ريسيت 100%. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هو اللي شافيه هو اللي قادر على كل شيء.
النص الثاني ديال الانعاش يعني 5% اللي باقا هي هاد المرحله اللي كدار في هاد 48 ساعه اللي كتبع العمليه، لانه مهمه لانه القلب كيكون يلاه كي يعني كيسترجع واحد الحاله من العمليه اللي هي عمليه كبيره، كيسترجع من الحاله ديال المرض اللي التاثير ديالو كبير، الريا الكلاوي، يعني الجسم كله خصو واحد المرحله انتقاليه اللي خصو يسترجع فيها واحد يعني الخدمه عاديه. الى قاعه الانعاش الخاصه بالمواليد ولج والدا رضيع محمد امين العمراني الذي لم يتم بعد شهره الاول في هذه الدنيا وخضع لواحده من اخطر وادق التدخلات الجراحيه. صافي مالوك ان تشوف لو بيبي ديالك هكا ديال 3 سيمين هاد لي زاباراي وهاد شي حاجه اللي ستهدا، ولكن الحمد لله سكور باش شوف لو كور هو ان كاين اراده، كاين المشيئه ديال الله والتعاون ديال الناس باش المهم الى اون شونس دو سيرفيفر. داخل نفس المصلحه وفي غرف مجاوره يرقد حديث ولاده ورضع في حاله صحيه حرجه تختلف الاسباب ودرجه الخطوره. بروغرامي توت لي 12 ساعه عشت هنايا كلكان ا اسوي لو تريونغل. هذا كان عنده مشكل ديال التعفن اون ديزادابتاسيون من يلاه تزاد. اون مامون كي في ديزافورتمون عندها ضيعت 8 تاع الاطفال وهذا سي اون غروسيس بريسيوز وحتى هو دار مشكل. مانو اسكو لا مامون جي منها المشكل اون سي با. سي لي جينيكولوج كي سون اوكوب. شنو طبيعه الرعايه دابا اللي عندها؟ عنده تنفس اصطناعي، عنده فوا سنترال، عنده زعما لو ماكسيموم افيك دي ديزون دي ميديكامون اللي كيعاونوا القلب ديالو باش يتحرك مزيان. مي ليفولوسيون ديالو مزيانه. الى رونتري لاندي بور لو مومون الي ستابل، مازال ما يعني تعدى المرحله ديال الخطر مي ني با اونكور سورتي دافير. باش بديتي لا بانكارت ديال مين؟ ديال هذا لا فوتو ثيرابي الا بيان سوبورتي داكور داكور. خدا الكاباج غير 2 سي سي ياك ما كتزيدش عليها. الوغ هاد الطفل هذا واحد الوليد اللي تزاد لو ديمونش سوار، تزاد قبل من الوقت ديزون ما بين 7 شهور و 8 شهور تقريبا. في الاول ما احتاج لا تنفس اصطناعي لا والو، دابا الى جوست سوز اكسجين. عندنا شويه ديال الصعوبات باش نبداو له الاكل لان كيكون عنده واحد المرحله نتا باش تدخل له الحليب تتكون شويه صعيبه. مي بور لو مومون حنا بدينا تدريجيا. مواليد قبل الاوان رضع بتشوهات خلقيه في اعضاء حيويه واخرون يعانون نقصا في النمو. مهني هذه المصلحه يؤكدون ان انعاش هذه الفئه العمريه يختلف جمله وتفصيلا عن انعاش البالغين. الانعاش نتاع الكبار شي حاجه اللي دائما كانت جات مع دوبي توجو، مي الانعاش نتاع المواليد والمواليد اللي مزيونين قبل من الوقت سي دو فوا بلو ديفيسيل. حنا كنلقاو صعوبات اكثر لا من ناحيه الامكانيات لا من لا ديسپونيبيليتي. خصك تكون ديسپونيب. واحد كبير تقدر تخلي انا انفيرمي حداه وتمشي، واحد صغير يل بو شونجي من دقيقه لدقيقه تيكونوا لي بارامتر ماشي هما هذوك. نقدر ندوز من ان بوكس لان بوكس الحاله ديالو تغير. دونك خص مراقبه 24/24. يومان بعد خضوعه للجراحة استقرت القرنية الجديدة في عين محمد وتلاشت مخاوف لازمته لسنين من إصابة بالعمى بدت مؤكدة. واحد جوج ثلاثة خمسة هو ملي تلقى شي واحد من البلد خارج المغرب تيتبرع وهذا كتفرح، ولكن خص تكمل الفرحه هي تكون انا وصل المغرب تيتبرعوا وهذا. كما طالعين حنا يتبرعوا لنا بالقرنيه الحمد لله لقينا امل في الدنيا و... ولاده جديده يعيشها محمد بفضل عمليه زرع القرنيه. والى قاعه العمليات من جديد. الجو مختلف تماما عما عهدناه. مساله بديهيه ما دام الامر يتعلق بحدث سعيد منتظر، حدث خروج مولود جديد إلى هذه الدنيا. هذا جو خاص يأتي بمجيء المولود الجديد، وبطبيعة الحال يكون حدث صار ومفرح بالنسبة للأم الأب العائلة ديالهم وبالنسبة للطاقم الطبي أيضا، بالنسبة للطبيب اللي تبع الحمل لمدة شهور وكيكون عنده واحد الارتباط أيضا بالحمل بالجنين نوعا ما.
وبالتالي هذه الجو ما تلقاش اماكن اخرى اللي كيكون فيها يعني الولوج الى عالم التداوي تكون بسبب المرض. هنايا لا بالعكس يكون لسبب سبب هو مفرح وصعب. صافي لا ماما لا ماما.